بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتنا في الله مشاهدينا الكرام، نحييكم من جديد بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم وبياكم وجعل الجنة مأوايا ومأواكم. في حلقة جديدة نتناول البحث فيها موضوعا جديدا كالعادة في برنامج فقه الحياة، وأترككم مباشرة مع الفقرة المصورة في مشاهدة طيبة. فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة. عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، هذا ما ورد في الحديث القدسي، أجر من الله عظيم. الآن كثيرا من المسلمين يصومون شهر رمضان رغم المشقة والتعب، وليس لهم من صيامهم سوى الجوع والعطش، فما هي المفطرات في شهر رمضان وما هي مكروهات الصيام؟ رمضان كل شيء يفطر، حتى العبد كي يخرج من القانون يفطر، حتى خزرة العين المرأة تفطر، البحر يفطر، هاي برشا حاجات معناها. كيفاش البحر يفطر؟ فهمتهاش؟ يفطر الجسم يشرب الماء، مرة الفازدة، مية الفازدة. هي الحاجات اللي كي تتعمل يتسمى العبد ما عاد صايم افطر. شنو؟ ليش؟ حاجة تفطر بالبرفال، الزنيل، الشرب، خاصة قبل الصيام، قبل يجي الشهر لازمك تكون محضر روحك، حافظ على فمه عشان يخرج، وخلينا من الحوايج الأخرى هذا كيف كيف يحافظ على روحه من كل شيء. ينميم ونوم برشا، هاي شنو؟ برفال يكذب يسرق، هذه هكا يعمل حاجة من الحاجات هذوما، ما نتصور إنه معناها هي اللي كان صاي معناها مش لازم إني يكمل النهار نتاع في رمضان. ما بتكلمش الأغلاط، تكلمش كلام زايد، تكلمش حاجات برش حاجات ما تكلمها البلاد، أي كلام زايد، كفر ردي، خزران بنات، أي حاجة حرام في الدين راه تفطر. حابين نسألوك على رمضان، شنو الحاجات اللي تفطر في رمضان؟ أنظر انتو الساعة مبتدات الوضوء نتصور. النميمة، النميمة تفطر. الحاجات الذي إنسان يعملها هي حاجة باهية يتسمى ربي يؤجر عليها، يبدأ يكون صايم. ذكر الخالق، الصدقة، يعني يعطي من ماله، يعطي من مكلته، حاجات أخرى. لا لا توعد ناس كل تعرف، تو الشيوخ في كلمة جيت ورد كل شيء، ناس كل تعرف غير ثم واحد ينفذ أخرى. فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. شيخنا يقول لك مفطرات الصيام هي نواقض الوضوء. لا لا، هذا مش صحيح. يعني لو تفسرنا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة قبل الجواب عن هذا السؤال، هو هذه فرصة طيبة أنه يقع السؤال مباشرة لإخواننا وخواتنا في المجتمع ونسمعوهم ونبنيه الرأي على ما سمعناه من جهة التصحيح والبيان الصحيح للموقف الإسلامي الشرعي. المفترات يعني هي كما يقول العلماء هي ثلاثة أشياء. نعم. ثلاثة أمور. أول شيء هو الأكل، يعني الأكل والطعام، والأمر الثاني الشراب، كل ما يتعلق بالماء والسوائل وكذا، والأمر الثالث هو الاتصال بين الزوجين. ولذلك الأكل والشرب والجماع كلها مبطلات للصوم. نعم. هذه العناوين الكبيرة، وثم عناوين أخرى فصلوها العلماء، مثال ذلك الدخان، السجائر، التدخين يعني طبعا يفطر، الشيشة تفطر، واحد مثلا أكرمكم الله تقيا ورجع شيء معناها للبطن تعمدا أو دون تعمد، لأنه سألون المواطنين فيه تفصيل هذا، إن شاء الله نأمل تو نحطوه في طارو بالتفصيل الواضح في حلقة قادمة، لكن اليوم نتحدث على العناوين العامة. نعم. الأكل والشرب والجماع ثلاثة أشياء كبيرة، الدخان كما ذكرت، بعض العلماء يقول لك الزريقة اللي تغذي، اللي تغذي مش الزريقة الأخرى، ثم زريقة للتغذية، يعني الزريقة الأخرى شيخ، الزريقة العادية اللي هي تحت الجلد اللي ما تغذيش معناها للعلاج لا حرج فيها، لكن نعم. إذا كان عمل زريقة باش تغذيه باش تقويه بكذا كذا، بعض العلماء يقول لك هذه تفطر. علاش زريقة الأنسولين فضيلة الشيخ؟ أي فطر هذه، هو أصل اللي مريض بالسكر إذا في الغالب ما يصومش، يعني كما يقول الأطباء إذا اجتهد وصام. أي إذا كان اجتهد وصام، هذا احنا ما نجموش نقولوا له يصوم ولا ما يصومش إلا ما يرجع للطبيب، طبيبه يقول له تنجم تصوم ولا لا. كان الطبيب قال له تنجم تصوم يصوم، قال له ما تنجمش ما تنجمش. ولذلك ما نجموش نقولوا المريض السكر يصوم ولا ما يصومش إلا برأي الطبيب. واضح. فالمفترات هذه معروفة، وإن شاء الله تو ندخلوها في حلقة قادمة بأكثر تفصيل. أما ثم جوانب أخرى الخيان قالوها في الحوار، مثلا الكذب والتقطيع والتريش، الغيبة والنميمة يعني باللغة الأخرى باللغة الشرعية، ولا قضية مثلا أكل أموال الناس، وإلا السب ولا كلام البذيء، هل هذه تفطر ولا ما تفطرش؟ أي تفطر ولا؟ هذه العلماء يقولوا هذه أعمال أولا محرمة تحريما مغلظا وشديدا في شهر رمضان، وهي كذلك محرمة في غير رمضان، وفعلها ينقص من الأجر ويأتي بالإثم والذنب، ولا يليق بالإنسان الصائم أن يكذب في رمضان، حتى من الذوق بصراحة، ذوقا وشرعا وأدبا وكسبا لغنائم رمضان لا يجوز له أن يكذب في رمضان وفي غير رمضان. نعم. وفي رمضان يكون أشد وأكبر وأغلظ، أنه في رمضان لا يجوز أنه يقطع ويريش، بمعنى يجبد الناس. نعم. في أعراضهم وفي سمعتهم، كل هذا من المحرمات الشديدة في رمضان. ولكنها تفطر أم لا فضيلة الشيخ؟ لا تفطر من بالمعنى الفني، إذا واحد كذب، إذا كان كذب في رمضان صيامه صحيح، يعني ما يعاودشك نهار هذاك بعد رمضان، لكن أجره ناقص وذنبه عظيم. هل من كفارات لذلك إذا الكفارة لذلك أمرا كهذا؟ الكفارة لذلك هي التوبة والرجوع إلى الحق والدعاء بأن يغفر الله الذنب. وإذا كان وقع في عرض إنسان ذكره بسوء، يعمل على أنه يأخذ الإذن والعفو منه إذا ما أداش ذلك إلى فتنة أشد. نعم. وإذا كان يعرف أنه بشي يقوله بشي يؤدي إلى فتنة أشد، فيستغفر الله سبحانه وتعالى ويدعو للإنسان الذي وقع في عرضه. بالله ذكر العتر فضيلة الشيخ، وكثير من المواطنين يتحدثون عن مسألتين، خليني بعجالة نطرحهم على سيادتك. ايه. مسألة التعطري اللي هي البارفان يقولوا التوانسة. ايه. ومسألة معجون الأسنان، أصبح الأمر شائع. بالنسبة إلى معجون الأسنان، الأفضل أن يفعل في الليل، يفعل في أول الليل وقبل الفجر، يعني بعد الإمساك يستعمل معجون الأسنان، وبعد الافطار يستعمل معجون الاسنان، وينجم في وسط الليل يستعمل معجون الاسنان. نعم. هذا الافضل واصح. نعم. لكن اذا كان عمل معجون الاسنان في النهار. نعم. يجوز له ذلك بشرط ان يحتاط حتى لا يصل شيء من الماء او من المعجون الى الحلق والبطن. وما حكم العطر؟ العطر هذا لا يفطر الصائم، من جهه كونه مفطرا لا يفطر الصائم،
وأمر ما فيش مشكل طالما أنه في إطار التطيب دون الإثارة دون يعني شيء معين يخالف حرمة رمضان. نعم. ويخالف يعني قداسة رمضان، فالأصل فيه الجواز دون شيء، اللي إذا كان تعلق به أمر معين. نعم. يتعلق بالسلوك ويتعلق بالوضع الخاص والعام اللي ما عندوش علاقة بالصوم باعتباره إمساكا عن نوع مخصوص من الأكل والشرب والجماع. أشكرك، ما رأيكم أن نمر إلى فقرة الإنشاد الآن؟ مشاهدينا الكرام، إلى الفقرة التي تعودتم عليها، هي فقرة الإنشاد، فمع المنشد الذي أحبذ نسميه عبد القادر كما سمي يوم ميلاده وهو مشهور لدى المشاهدين باسم جدول الأرتيستو، فمع المنشد عبد القادر. فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة. يا كاتب التاريخ مهلا لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ مهلا لا تغلق الصفحات، أحفاد خالد قد أتوا ورسولنا ما مات، إني أراهم قادمين ويحملون مصاحف الجيب الصغيرة يقرؤون، يرتلون يرددون الله أكبر ومحمد ما مات. يا كاتب التاريخ مهلا لا تغلق الصفحات، أحفاد خالد قد أتوا ورسولنا ما مات، إني أراهم قادمين يمجدون يهللون يقدسون ويرفعون ويرفعون أكفهم لله بعد الصلوات، ومحمد ما مات ما مات. فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة. مشاهدينا الكرام، نعود مرة أخرى، صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحبك وسلم تسليما. شيخنا، لو تحدثنا عن أركان الصيام. الصيام له ركنان اثنان، الركن الأول هو النية كما ذكرنا هذا في الحلقة الماضية، والركن الثاني هو الإمساك عن المفطرات. النية هي عمل القلب، والإمساك عن المفطرات هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع. فالصائم يمتنع عن كل طعام وكل مشروب وعن الاتصال بينه وبين زوجته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا بالنسبة لبداية الصيام. وبالنسبة إلى انتهاء الصيام قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. حكاية الأذانين فضيلة الشيخ الآن التي أثيرت، يعني ما قولكم في مسألة الأذانين، أذان للفجر وأذان للإمساك؟ لو تفسرنا هذا الأمر، ومتى يجب علينا أن نقلع عن الطعام والشراب؟ الامتناع عن الأكل والشرب يقع قبيل طلوع الفجر بحوالي 10 دقائق كما كان عليه السنة. يعني الآن احنا عندنا التقويم الآن يقول الإمساك 3 و5 دقائق. جاي. قبل هذا الوقت ما عاد يأكل شيء وما عاد يشرب شيء، يعني وهذا هو التحديد الشرعي للإمساك بناء على الفجر السابق. الفجر السابق هو اللحظة اللي يبدأ فيها النهار وينتهي فيها الليل، واللي بناء عليها نصليه السنة ركعتي الفجر، ثم نصليه الصبح اللي هو فرض، ونمسكه عن الأكل والشرب. وفي بعض الروايات الإسلامية والأحاديث والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ذلك بعشر دقائق، يقدم ذلك بعشر دقائق، يقول 50 آية عنه في تونس. نعم. لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان بين إمساكه وصلاة الفجر
مقدار من الزمن بحوالي قراءة 50 آية، قدروه العلماء بحوالي 10 دقائق. فيقدم الإمساك بعشر دقائق عن لحظة الفجر بالضبط. هذا احتياطا وعمل بالسنة كذلك. ولكن دكتور، هو فما من يقول أنه حتى إذا رفع الأذان في نفس الوقت، رأينا أن يروى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في أحده تمرة يتم أكلها ويشرب، فما مدى صحة؟ هو قبل هذا قلت للأذانين، الأذانين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أذان بلال وأذان عبد الله ابن أم مكتوم. أذان بلال هو الأذان الأول اللي هو إعلان لإيقاظ الناس وإعدادهم للصلاة، ويجوز لهم أن يأكلوا ويشربوا. فأذان بلال كما جاء في السنن يحل فيه الأكل ويحرم فيه، تحرم فيه الصلاة. وبعد ذلك يأتي الأذان الثاني اللي هو أذان عبد الله ابن أم مكتوم، وهو أذان الفجر الصادق اللي فيه أحكام معينة معروفة، أننا نصلي الفجر ونمسك عن الطعام والشراب والجماع إلى آخره. فالأذان الأول هو لإعطاء فرصة للصائمين باش يقوموا ويتسحروا ويتوضوا ويستعدوا لأداء الصلاة. فإذا أذن الأذان الثاني، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذان ابن أم مكتوم، عندئذ يقع الفجر الصادق. نحن الآن في تونس الآن عندنا الأمور مضبوطة ضبطا واضحا بالتقاويم والرزنامات، وعندنا وقت الفجر ووقت الإمساك ووقت الظهر والعصر. مبدئيا نتقيد بهذه الأوقات لأنها أوقات صحيحة مبنية على الأوصاف الشرعية ومبنية على الحسابات الفلكية، ومعمول به هذا في كل العالم الإسلامي، في مكة وفي المدينة وفي الدول العربية والإسلامية وفي أوروبا، واستقرت عليه الفتوى واستقر عليه رأي العلماء ورأي المجامع الفقهية. ولذلك لا نحدث في المجتمع شيء من الاضطراب ومن الحيرة حول المواقيت. ونحن في وزارة الشؤون الدينية قدمنا بلاغا وعملنا يعني أيام دراسية وعلمية، وبينا الموقف الشرعي والموقف الفلكي، وقلنا بأن المواقيت هذه صحيحة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن الناس إذا صاموا وصلوا بناء على هذه الأوقات فصلاتهم صحيحة وصيامهم صحيح. نعم. لو تختمنا فضيلة الشيخ حول الموضوع الذي بدأنا به هو الأركان وأحكام. قلنا الأركان إذن ركنان اثنان، أول ركن الإمساك، أول ركن النية واللي هي عمل القلب وتوجه الباطن والإرادة، واثنين الإمساك عن المفترات أي الامتناع عن الأكل والشرب والاتصال بين الزوجين. هذا بصفة عامة ثلاثة أمور في المفترات. وثم تفاصيل تو نشوفوها في الحلقة القادمة إن شاء الله وفي حلقة أخرى، حول مثلا استعمال الزريقة، حول القيء ورجوعه إلى البطن، حول أشياء أخرى فيها تفاصيل باش يكون ياخذ الموضوع بيان واضح للإخوة المشاهدين، ونعطوهم إن شاء الله الرأي الصحيح وبناء عليه يصوموا ويكون صيامهم صحيح بإذن الله. خلينا نشوف ربما من الشباب الحاضرين معنا في الاستوديو من لديه سؤال حول هذا الموضوع تقريبا، تفضل. ما هو حكم صوم رمضان؟ حكم صوم رمضان أن رمضان واجب على كل إنسان مسلم ذكرا أو أنثى، إنسان بالغ عاقل مقيم ليس مسافرا وصحيح ليس مريضا. مسافر كان تفسر هنا فضيلة الشيخ، يعني إنسان في بقعته في بلاده، ما سافرش سفر معين يكون كما نقولوا عند الفقهاء فيه تفصيل شوية في المسافة. أنا في السرس وأعمل في تونس. أنت تعمل في تونس، سافرت مسافة معينة من السرس اللي هي أكثر من 83-84 كيلومتر عند الفقهاء المالكية. أنه يجوز لك باش تفطر، يجوز، لكن الأولى والأحرى أن تصوم. فمن صام في سفره فصومه صحيح ومأجور ومن أفطر في سفره السفر الشرعي بالمسافة وبالنية وكذا فإفطاره جائز ولا حرج عليه، وعليه أن يعيد ذلك اليوم بعد رمضان. نعم. لأنه الصوم في السفر، العلماء يقول الصوم في السفر أولى لمن كان قادرا عليه، والإفطار في رمضان جائز، فبوسع الإنسان أن يصوم وهو مسافر، وبوسعه أن يفطر وهو مسافر، فمن أفطر فهو جائز له، ومن صام فهذا أولى لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. واضح. إذن حكم صيام رمضان هو واجب وجوبا عينيا فوريا، بمعنى ما معنى عيني؟ عيني على كل إنسان يصوم، مش يصوم نصوم أنا يسقط الصوم على أخويا ولا على ولدي ولا كذا، لا الصوم. وثم فوري بمعنى أنه يؤدى في رمضان من غير تأجيل في وقت مخصوص، أياما معدودات، أيام معدودات من طلوع الفجر لغروب الشمس.
هذا الصوم واجب على كل إنسان كنا بالغ وعاقل وطبع مقيم يعني مقيم يعني عاقل يدرك الخطاب ويفهم الخطاب وعنده قدرة على فهم الصوم، مش إنسان فاقد للعقل، إنسان مصاب بمرض عقلي لا سمح الله إلى آخره، وبالغ وصل سن معينة، بلغ سن الرشد يعني بلغ البلوغ الشرعي، هنا هو بمعنى أصبح مكلفا وعنده علامات وأمارات بالنسبة إلى الرجل وبالنسبة إلى المرأة. والصيام هذا واجب إذا فعله أثابه الله، وإذا تركه أذنب وأثم. في صورة ما لا قدر الله قام أحد بهل أعتبرها شخصيا الخطيئة الكبيرة أنه تعمدا أفطر في رمضان، عقابها شديد عند الله طبعا تعالى. عليه القضاء والكفارة. ما كفارته؟ القضاء هو أن يعيد ذلك اليوم الذي أفطره متعمدا. والكفارة إما أن يطعم 60 مسكينا، إما أن يعتق رقبة متتالية إذا كان فيه رقبة، إذا كان نعم، إما أن يعتق رقبة أو أن يصوم أن يصوم شهر متتابعين، أن يطعم 60 مسكينا. فثلاثة الكفارات إن شاء الله نزيد نبحثها بأدلتها وبما ذكرها العلماء في هذا من باب تعميم الفائدة. فقط أكمل أنه بالنسبة لوجوب الصوم، الصوم واجب على كل إنسان بلغ ذكر وأنثى، ودليل ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض. كتب أي فرض. والخطاب موجه للمؤمنين، فمن شرط الصوم الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى والبلوغ كما ذكرنا، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بصراحة نسأل الله عز وجل أن يعصم جميع التونسيين والعرب والمسلمين من أن يقترفوا هذه الجريمة، أعتبرها كبيرة باعتبار أنه لا يكفي حتى على ما أعلم، والله أعلم صلحني شيخنا، ولو صام الدهر كله. هو هذا الحديث، هذا الحديث في من أفطر من غير عذر لا يجزه صوم الدهر وإن صامه. هذا لا يلغي الكفارة والقضاء، لا يلغي، ولكن جاء في سياق التغليظ والتشديد على الذين يتهاونون في رمضان بإفطارهم عمدا فيه. والله أيام معدودة وستمر، ويعلم الجميع أنه يعني كلمح بصر هي الحياة الكل، كمن دخل بيتا وخرج منه من باب آخر. خلينا فضيلة الشيخ نشرك جمهورنا لمن كان له سؤال، تفضل. أهلا وسهلا. سلام. سؤالي هو: شنو هم المفطرات في شهر رمضان؟ ذكرنا المفطرات في شهر رمضان، ذكرناها ونعيدها مرة أخرى، قلنا الأكل والشرب والاتصال الجنسي بين الزوجين، وأمور أخرى تفصل يعني مثل ما قلنا الدخان، مثل ما قلنا القيء إذا عاد إلى الحلق البطن. نعم. بقصين فضيلة الشيخ استفزتني بعض الأجوبة في التقرير الذي شاهدناه لما سألت وقيلتي أكثر من مرة دكتور أنه ما هي المفطرات، يقولوا لي الزنا، هو كأنه أصبح الزنا ربما لا سمح الله يعني في كظاهرة اجتماعية أصبح مألوفا هو أو موجود ومنتشر، فنتوقف عن هذه الجريمة في شهر رمضان حتى لا نفطر. فكان تحكي لنا شوية عليه. هو إذا كان الاتصال المشروع والمباح بين الزوجين ممنوعا في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من باب أولى ومن باب أحرى أن يكون الاتصال الجنسي غير مشروع، فيحرم من باب أولى. وطبعا الاتصال غير المشروع هذا الزنا وأمثاله، كل هذا ممنوع ومحرم ومستقذر ومستقبح في كل الأديان وفي كل الشرائع وفي كل الأعراف الإنسانية السوية. سواء في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان يزداد إثما ويزداد خطورة وقبحا وأثرا سيئا، لأنه الإنسان لا يجوز له أولى في رمضان وفي غير رمضان: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهو أيضا إثم عظيم لأنه فيه انتهاك لحرمة شهر رمضان، فالآثام والعياذ بالله عظيمة وكبيرة في رمضان ليلا أو نهارا، لكن في النهار يفطر ويزيد الإثم كما ذكرنا. فما حديث خوفني حقيقة لو نقول سيد المشاهدين وصلحني يا شيخنا باعتباري لست حاملة علم شرعي ولا شيخا، بل أنا مقدم برنامج مثلي مثل تونسينا جميعا، معنا أشترك معهم في أي خطأ وفي أي تقصير وفي أي عدم إلمام بعلم شرعي. أخي مش فما حديث يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو المؤمن؟ هذا في سياق التغليظ والتشديد في فعل الزنا، كأنه من زنا أثناء الزنا كأنه عديم الإيمان، ليس عنده إيمان، لأنه لو كان عنده إيمان وخشية من الله سبحانه ما أقدم على فعل هذه الفاحشة.
بمعنى أن الإنسان يستحضر مراقبة الله له سبحانه وتعالى يعني ويستحضر سوء العاقبة. ولذلك ربنا عز وجل لم ينهنا عن الزنا في ذاته وإنما نهانا عن مقدماته وعن خطواته التي توصل إليه في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. نعم. ليس ولا تزنوا يعني من باب أولى لا تزنوا. نعم. أي لا تفعلوا الزنا ذات. فقال ولا تقربوا بمعنى لا تفعلوا مقدمات ووسائل وعبارات وإشارات تؤدي إلى هذه الفاحشة العظيمة. نعم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فنفي الإيمان هنا ليس معنى أن هذا كافر أنه خرج من الملة ولكنه يتعارض مع الإيمان يعني ليس معنى خرج من الملة وأنه أصبح كافرا ومشركا لا وإنما لا يليق بمن هو مؤمن بالله يخاف عقابه وينتظر ثوابه لا يليق به أن يمارس هذه الفاحشة المستقبحة القذرة وهو مؤمن ومسلم ويتطلع إلى خير الله ويخاف ربه سبحانه وتعالى. سنواصل الحديث في مثل في هذا الموضوع وغيره حتى على الأقل نساعد التونسيين على فهم أدبيات شهر رمضان وأدابه وما يجب اجتنابه وكذلك ما يجب اجتنابه حتى خارج شهر رمضان. ولكن نعمل فصحى الآن. نعم. مع الإنشاد الديني ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله فمع المنشد كما يقول دائما الإنشاد المشاهدين مع المنشد عبد القادر في مدح آخر. فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق في غربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن ما قد تماديت في ذنبي ويسترني كأنني بين جل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة شكرا جزيلا للمنشد عبد القادر أتمنى الله عز وجل أن يجزيه عما قدمه كل خير. شيخنا نواصل في نفس الإطار تقريبا هب فرض أن أحد منا شرب الماء في يوم رمضان غير متعمدا يفطر ما يفطرش عوض نهار ولا ما يعوضوش أخ عادل قبل هذا أقول بالنسبة إلى مرتكب الزنا أو الذي أفطر عمدا في رمضان بعض الناس يخطئون أثناء الشباب وأثناء الصغر ويقعون فيما يقعون فيه من الأخطاء فنقول لهؤلاء أن التوبة بابها مفتوح والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن الأخطاء ويعفو عن السيئات فمن وقع في شيء من هذه المحرمات فعليه أن يتوب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له معنى شنو معنى ما يعودش 60 يوم اللي كي كان صغير مثلا وأفطر بالنسبة إلى الزنا وزنا فالله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ولكن عليه أن يقضي ما فاته من أيام وعليه أن يكفر لكن أقول بأنه لا ييأس إذا فعل واسمع هذا الكلام من التغليظ والتشنيع قد يحدث في قلبه شيء من اليأس والقنوط سبحان الله فربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه
إذا تاب هذا الإنسان التائب من الذنب كمن لا ذنب له، سبحان الله، ولكن يتوب ويستغفر ويدعو ويقوم بجبر الأيام التي أفطرها، فالله سبحانه وتعالى يتوب عنه. وأبشر هؤلاء الإخوة إذا تابوا وأصلحوا ورجعوا إلى ربهم بأن باب الخير مفتوح. سبحان الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كمان الله عز وجل قد قال في موضع آخر واتبع السيئة الحسنة تمحو، الحديث هذا في الحديث حديث اتق الله حيثما كنت، حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة الله. تمحها وخالق الناس بخلق حسن. كمان هذا دين عظيم. نعم. لو تزيد فصلنا أكثر شيخنا، مثلا كل ما قام به صائم من أمور مفترة ولم يكن يعلم، كأخذه لحقنة مغذية ونحوه، فما حكمها من قام بهذا الأمر؟ قلتم أخ عادل إذا شرب الماء سهوا أو أكل طعاما سهوا، نعم، عليه أولا إذا تذكر أنه في رمضان عليه أولا أن يقطع الشرب أو الأكل مباشرة، لا يكمن، لا يتمادى في ذلك، إقرارا لحرمة الشهر والتزاما بواجب الإمساك، هذا أولا. نعم. ثانيا عليه أن يعيد ذلك اليوم بعد رمضان، فعليه أمران إثنان، الأمر الأول أن يمسك عن الأكل إذا كان شرب مباشرة من الذكر اللي هو في رمضان، يوقف الشرب ويواصل صومه إلى غروب الشمس، واضح. وثانيا أن يعيد ذلك اليوم قضاء، يسميه قضاء يعني إعادته خارج رمضان بسبب ما وقع فيه من سهو في الأكل والشرب. وما لم يتمكن من إعادته وقضائه ودخل عليه رمضان المقبل، لهنا ما الأصل في الشيء؟ الأصل أن يعيد ذلك اليوم بعد رمضان قبيل قدوم رمضان المقبل، الأصل في العام هذاك الأصل. نعم. أنه في الشهر الأول في الشهر الثاني في الثالث قبل أن يأتي رمضان القادم. نعم. لماذا يفعل هذا في الأول؟ علاش؟ لأن العلماء يقولون بأن القضاء كلما كان قريبا كان أفضل تبرئة لذمته واستعدادا لصيام آخر سنة أو نافلة، وما يعرفش الإنسان ربما يموت أو يعجز أو يصبح مريضا، فالأولى أن يخلص الدين هذا في الأول خير من اللي يقعد مربوط به. لكن إذا هو أخر ذلك لسبب أو لآخر إلى آخر السنة قبل رمضان الجاي، ولا حتى أخره إلى ما بعد رمضان، نعم، فالعلماء يقولون بالجواز، لا ليس هناك حرج، بناء على أن القضاء على التراخي ليس على الفور في رأي بعض، نعم، العلماء، مع تفصيل في ما يتعلق به هذا من يعني إعطاء الفدية إذا فات العام هذاك، إعطاء فدية بالإضافة إلى القضاء عند، نعم، بعض الفقهاء، نعم، وإذا قضاه في قبل رمضان فيقضي وإن شاء، نعم، الله صيامه صحيح. جزاكم الله خير. نعم. نأتي إلى ختام الحصة بنطرح السؤال الأخير. السؤال الأخير يقول أنه من كان مريضا وأفطر هذايا يتصدق يعني يطعم يقضي النهار؟ أنا في هذه السنة مريض ربما وعافى خلال سنة، فماذا؟ العلماء هنا يقسمون المريض نوعين من المرض، ثم يسميه المرض المزمن اللي هو متواصل مع الإنسان إلى آخر حياته، وثم المريض مرضا مؤقتا متاع مدة معينة شهر ولا سنة ولا ذا. المريض مرض مزمن، المرض الدائم المصاحب الإنسان إلى موته، هذا لا يقدر على الصوم طول حياته، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى خفف عنه وقال له بأنه ما فيش صيام بالنسبة لك، لا يجب عليك الصيام، ولكن عليك الفدية، أن تعطي طعاما عن كل يوم أفطرته إلى أحد المستحقين من الفقراء والمساكين، إما أن تعطيه من طعامك أنت ما تفطر، تعطيه من طعامك اللي تعشيت به اللي افطرت به، تعطيه للفقير مثل ما أنت افطرت، وإما أن تعطيه قيمة ما يكون في قيمة هذا الطعام بالعملة يعني بالدينار، نعم، نقدا نقدا، نعم. هذا المريض مرضا مزمن، والليخ اللي مش مريض المش مزمن بعد ما يرتاح ويشفى يعيد تلك الأيام التي أفطرها، إذا شهر ولا عشر أيام ولا اليوم، ويخرج صدقة ولا ما يخرج؟ هذا المريض، لا هذا المريض مرضا غير مزمن، واحد مثلا مرض ثلاثة أيام مشى للطبيب طلعت له سخانة وعنده مشكلة وكذا في وجاع في راس وكان ما نجمش تفطر ما نجمش تصوم، هذا يفطرك ثلاثة أيام ويرجعهم بعد رمضان ومن غير ما يعطي فدية، يخرج صدق. أتينا لنهاية الحصة. مشاهدين الكرام أشكر لكم حسن المتابعة والانتباه، ولكن قبل أن نختم هذه الحصة وسأكون سعيدا جدا باحتضاننا لكم في حلقة مقبلة، أترككم مع المنشد عبد القادر في أنشودة جديدة. فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة.
مهلكتي، فحسابك لو تدرين دنا. جاهرت الله بعصيان وقضيت على اللهو الزمنا. توبي من ذنبك مهلكتي، فحسابك لو تدرين دنا. جاهرت الله بعصيان وقضيت على اللهو الزمنا. أمالك تزداد وعمري يتناقص لم تبدل حزنا. أمالك تزداد وعمري يتناقص لم تبدل حزنا. قولي بالله هذا عقل أم قلب الساجر ما فطنا. آيات الزجر لقد تليت والدمع في جفنك ما هاتنا. أيلين الصخر وما لنتي، أيلين الصخر وما لنتي، وأراك تخوضين الفتنا. قد أقسم في الذكر المولى أن الخسران لمن ظلما. عودي عودي عودي، فالله برحمته يفرح بالعبد إذا تاب. عودي فالله برحمته يفرح بالعبد إذا تاب. وسل الرحمن هدايته، وسل الرحمن هدايته، فالعمر بطاعته طاب. شكرا للمنشد عبد القادر، شكرا لفضيلة الشيخ، جعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسناتكم. أشكر لكم قبولكم الدعوة وحضوركم، أشكر جمهورنا العزيز قدومها ذلك وانتباهه. إن شاء الله حصلت الفائدة كما تمنى الفائدة حصلت عند مشاهدينا الكرام. لم يبقى لي إلا أن أترككم في حفظ الله وعونه، ونتمنى نلتقي بكم مرة أخرى. فلا تنسوا تابعونا في برنامج فقه الحياة. فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة.